كاين دابا اللي كيتزوج دابا لا بغا يطحن شي وحده كيما بغات تكون، ولكن اللي كيبغي يتزوج كيبقى يحتاط خصها المراه اللي غتكون هاديه محترمه. وكاين الزواج اللي كيجي غير طريق الصدفه كيتصيد، فهمتي؟ كيكون كيكون شي تكون شي مصلحه، كتكون مصلحه بيناتهم وتا الاخر تا واحد تا واحد معيق، فهمتي؟ لا كتكون مصلحه، مصلحة اوراق ولا شي مصلحة ديال تسترها ولا فايت عندها شي ثقافة تاخذ تزوج شي وحدة عندها الدراري ماشي ولادك تربيهم، ولكن تقدر تربي بنت ولاد اجنبية تعتني بهم على قبل الاوراق ياك، ولكن عربية ما تقدرش تاخذ شي عربية تنقدها ودير هذوك الاولاد راه ولادك. هذه في التعدي عند العرب كلهم فيهم ديك القضية ديال الغيرة، انا ما مربيش هذا ولاد واحد اخر، فهمتيني الاخ؟ هذا اشكال شي البنت لك المراه اللي كانت عندها الدراري واعتنيتيهم والله تعطيك الروح ديالها، هذه خذها بتجربه، عندها جوج دراري ثلاثه وتجي تعتني بهم انت هو الاب ديالهم والله يا خواتها هي تكلف بك، فهمتي؟ هذه خذها باي اكسبيريونس، تعتبر هذوك الاولاد اللي ماشي ولادك اكثر من ولادك، المراه غتعزك، فهمتيني؟ اي امراه هذه مساله ديال كاين بزاف ديال الناس كيكون دي انت عندك دراري والمراه عندك ما كايناش ولا خديتي الحضانه، كتكون المراه حتى هي كتقبل هذوك الاولاد ديالك، فهذا اما قضيه ديالك كتزوج على قبل الجنس كي ما كيدومش، ولا مزوج على المراه باغا تطيب لك ولا باغا تصب لك وداكشي، فهمتي الاخ؟ هذا هو قضيه ديال المصلحه ما كتدومش، غير كتاخذ واحد كياخذ المصلحه ديالو صافي يقدر يتقلب على المايكار يا خويا.